أمسية ثقافية فنية يقدمها أطفال المنظمة باعتبار أنهم في هذا الوقت بالذات هم بيشتغلوا على نفسهم للمستقبل، بيبنوا ثقافة، بيديروا حضارة، بيرسخوا معاني جميلة، بيبعدوا عن أي مواضيع أخرى تخليهم يعني ما يكونوش مستقبل جيد وما يكونوش مستعدين لبناء مستقبلهم. حريصين احنا جدا على ثقافة الطفل وعلى الأخذ بيده في المجال هذا. منظمة أمالنا كان لها دور في مهرجان الأدبي لإبداع اليافعين، دورتين متتاليتين، نطمح لدورة ثالثة. طبعا هذا المهرجان نوحد الأطفال ليبيا لأن جميع الأطفال من كل مناطق اشتركوا فيه وجابوا ترتيب. احنا سايرين في نفس هذا النهج وإن شاء الله يا ربي يكون نصيب الأطفال جيد في هذا المستقبل. بالتأكيد هي الدفع بهؤلاء الأطفال وتقدير إمكانياتهم وتحت فرصة اليوم إنهم هم يتعرفوا أكثر. اليوم عندنا فقرة هي فقرة شخصيات، الهدف منها إن تعريف هؤلاء الأطفال بشخصيات متعددة عبر التاريخ، شخصيات مؤثرة، هذه الشخصيات بين القدم والمعاصرة، وهذا بيتيح لهم إنهم كل سنة كل طفل فيهم يتعرف على عدد كبير جدا من القامات مما يزيد في مخزونها المعرفي، وهذا إحدى أسباب الأساسية لمنظمتنا. منظمتنا طبعا لها ثلاث مجالات، هو مجال الطفل ومجال الأشخاص ذوي الإعاقة والقضايا الاجتماعية، فإحنا معنيين بهذا الشأن.